بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلى الله على سيدنا محمد. مواصلة لما جاء فيما سبق، آخر نقطة توقفنا عندها في الحصة الماضية تتعلق ب يعني التفرقة بين أنظمة الصرف، هنالك أنظمة يعني نظام الصرف الثابت ونظام الصرف المرن. نظام الصرف الثابت قلنا أن البنك المركزي لديه القدرة على التدخل في سوق الصرف وتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية، عكس نظام الصرف المرن سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب. إذا زاد الطلب على العملة الوطنية سعرها سيرتفع، لما يكون الطلب أكثر من عرض العملة الوطنية قيمتها سترتفع، وقلنا سعر صرفها قيمتها سترتفع وسعر الصرف سينخفض، والعكس لما ينقص الطلب على العملة الوطنية يعني عرض العملة الوطنية يكون أكثر من الطلب، أو الطلب أكثر من العرض، قيمتها في هذه الحالة تنخفض، قيمة العملة الوطنية تنخفض وسعر صرفها يرتفع. كان واحد أورو يساوي واحد دينار يولي واحد أورو يساوي 2 دينار، سعر الصرف ارتفع لكن قيمة العملة الوطنية انخفضت. كان واحد دينار يجيب لك واحد أورو، من بعد ولا 2 دينار باش تحصل على واحد أورو، وبالتالي قيمة العملة الوطنية انخفضت وسعر الصرف ارتفع. هذا من ناحية. وقلنا كذلك يجب أن نفرق بين التخفيض والانخفاض وبين الرفع والارتفاع. الرفع والتخفيض يحدث لما الدولة تطبق سعر الصرف الثابت، أما الرفع أما الارتفاع عفوا والانخفاض يحدث في ظل سعر الصرف المرن، يعني من جراء على العرض والطلب على العملة الوطنية. هذا من ناحية، بالتالي يجب أن تفرق بين هاد المفهومين كما قلت. ويوجد يعني الأمانة، يوجد سعر صرف يعني هجين بين النظامين يسموه سعر الصرف المدار، بمعنى أن البنك المركزي أو العملة الوطنية سعرها يكون حر بناء على العرض والطلب، لكن إلى العملة يعني فارت هامش معين 1% على سبيل المثال أو ناقص 1%، البنك المركزي بإمكانه أن يتدخل ويرجع سعر الصرف لهذاك النطاق الذي حدده، حتى كما قلت الحصة الماضية حتى النقود تقوم بوظائفها المختلفة، مخزن للقيمة، مخزن القيمة، مقياس القيمة، وأداة مبادلة. يعني حتى تقوم بهذه الوظائف يجب أن تكون قيمة العملة مستقرة، وإلا حدث هنالك هروب إلى كانت العملة غير مستقرة، المستثمرين يعني ثقة المستثمرين وثقة المواطنين في هذه العملة تكون ضعيفة، وبالتالي يلجأون إلى طلب الذهب كملاذ أو شراء عملات أخرى أو حتى أنواع أخرى من الثروة، شراء العقارات إلى ما إلى ذلك، لأن قيمة العملة ليست مستقرة. كذلك الحصة الماضية كنت أشرت إلى أن لما الدولة تطبق سعر الصرف الثابت، وهذا راح نشوفه فيما بعد، لما تطبق سعر الصرف الثابت، أعيد، لما تطبق سعر الصرف الثابت يعني البنك المركزي يتدخل في تحديد سعر الصرف، وقلنا هذا النوع من يعني من سلبياته، طبعا هو من ايجابياته انه يضمن استقرار الاسعار ثابت، 1 دولار يساوي 1 دينار، يعني بامكان سعر الصرف في ظل سعر الصرف ثابت تربطوا العمله الى عمله اخرى الدولار ولا الاورو او الى سلم من العملات او الى حقوق الصعب الخاصه الى ما الى ذلك. من ايجابياته انه يضمن استقرار اسعار الصرف، لان قيم التجاره الدوليه قيم التبادل التجاري من شروطه يعني استقرار سعر الصرف، يعني يساهم في نمو مضطرد للتجارة الدولية، هذا أحد الإيجابيات وأهم أهم أهم إيجابية. لكن بالنسبة لسلبياته أن الدولة تحتاج إلى كم هائل من الأرصدة من العملة الصعبة احتياطي الصرف، يعني لما تهبط العملة البنك المركزي قلنا يتدخل يشري العملة الوطنية مقابلها يبيع العملة الأجنبية، يجب أن تكون عنده أرصدة معتبرة من احتياطي الصرف. إذا كان الدولة ما عندها احتياطي الصرف قد تجد صعوبة في هذا الإطار باش تحافظ على مثلا كما دول الخارج على سبيل المثال يربطوا عملاتهم بالدولار، واحد أورو ولا واحد دولار يساوي مثلا واحد دينار كويتي أو شمال القابل، باش حتى يبقى سعر الصرف في هذه الحدود أن الدولة أو البنك المركزي يتدخل ليبقى هذا السعر في عند هذا المستوى.
لأن لديهم احتياطات صرف معتبرة وبالتالي بإمكانهم يقوموا بهذا. كذلك ملاحظة آخر التي توقفت عند الحصة الماضية أن لما الدولة تختار سعر الصرف الثابت والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال، في هذه الحالة السياسة النقدية ستفقد استقلاليتها. واش نقصد بتقصد الحصة الماضية؟ قلت أنها تفقد سيطرتها على عرض على على على, على النشاط الاقتصادي، ما يكونش عندها دور. يعني كتلة النقود تتحدد بناء على احتياطات الصرف اللي تكلمت عليه، وكذلك احتياطات الصرف تاع الدولة وحركة رؤوس الأموال. حركة رؤوس الأموال هما اللي يحدوا أساس، وبالتالي تفقد السياسة النقدية استقلاليتها في تحديد تقليص قدراتها على تحقيق أهدافها الداخلية. وأهدافها الداخلية كنت أشرت لها فيما سبق، تتعلق بالمعدل البطالة، التضخم، هذه يعني التوازنات الداخلية للاقتصاد، أسعار الفائدة إلى ما إلى ذلك. الآن في حصة تعليم إن شاء الله سأركز على سعر، يعني سأنطلق من فرضية أن الدولة تطبق أن هنالك حرية للصرف، يعني لا توجد عقبات أمام انتقال رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وراح نركز على أي سياستين فعالتين، قلنا السياسة النقدية والسياسة المالية، كلاهما هما سياستان ظرفيتان تديران الطلب. كنت أشرت لهذا الأمر فيما سبق، أي أنما يكون الطلب أكبر من العرض يكون في أمام حال تضخم، وبالتالي هنا لابد من اتباع سياسة مالية ونقية لتخفيض الطلب باش يكون توازن في الاقتصاد، والعكس إذا كان العرض أكبر من الطلب نسموه حالة كساد كما واقع الغالبية الاقتصاديات في الوقت الحالي بعد أزمة كورونا. العديد من الدول حققت انكماش بمعنى أن الطلب او العرض اكبر من الطلب، بالتالي الدوله يجب ان تسعى الى يعني شرق يزيد الطلب، طرق كيفاش يزيد الطلب باش الاقتصاد يكون في حاله توازن. بالتالي في البدايه راح نتكلم على فعاليه السياسه النقديه والماليه في ظل سعر الصرف، نبدأ بالثابت والحرية التامة لحركة رؤوس الأموال. يعني نفترض أن هناك حرية تامة لحركة رؤوس الأموال، وكما قلت سنعتمد على ركيزة أساسية في الاقتصاد الكلي تتعلق بنموذج سلام بيبي، يعني التوازن الداخلي والتوازن الخارجي، نموذج ميندل فلامينغ أو نموذج التوازن الداخلي والخارجي. نبدأ في البداية بالسياسة النقدية، السياسة ونشوفوا هل هي سياسة نقدية. في هذه الحالة نفترض أن الدولة اتبعت سياسة نقدية، الدولة اتبعت سياسة نقدية توسعية، ندير التمثيل البياني أو المنحنى. طبعا ميزان المدفوعات وقتاش يكون متوازن؟ لما إي يساوي إلى إي إف، أسعار الفائدة المحلية تساوي أسعار الفائدة هنا بي بي، هذه النقاط كلها تمثل نقاط توازن. منحنى آلام قلنا زوميل موجب، ومنحنى إس يعني التوازن في السوقين، هذا التوازن الداخلي وهذا التوازن الخارجي، إيكريك هنا سعر الفائدة. نفترض أن الحكومة اتبعت سياسة نقدية توسعية، هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال منحنى آلام إلى اليمين، الآن بريم منحنى الآن جديد. كنا في النقطة A، فرضا أن التوازن كان في النقطة A، ومن بعد نروح لهذه النقطة هون. نقطة B هنا عفوا Y زيرو، يعني
يعني نفترض أن الدولة تبع سياسة نقدية توسعية، هذا الأمر يؤدي إلى انتقال منحنى ألم إلى اليمين أو إلى الأسفل. الاقتصاد ينتقل من نقطة التوازن هذه لنقطة التوازن. الاقتصاد في النقطة بي يعاني من عجز، لماذا؟ احنا قلنا لما الحصه الماضيه شفنا المنحنى تاع ميزان المدفوعات، قلنا النقاط اللي اسفله يعني اي اف اقل من سعر الصرف لحقق التوازن في ميزان المدفوعات. مثلا هنا ميزان المدفوعات في هذه النقطه في حاله عجز. طبعا بمعنى ان في النقطه بي هنالك توازن داخلي وخارجي، لكن التوازن الداخلي محقق لكن التوازن الخارجي ليس محقق. ما دام ان في ظل سعر الصرف ثابت بامكان ان البنك المركزي يتدخل في هذه الحالة في سوق الصرف، أو قبل ما يتدخل البنك المركزي في هذه النقطة سعر الصرف منخفض، هذا الأمر سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال. يعني علاه العجز، حدث العجز في ميزان المدفوعات؟ لأن سعر الصرف الفائدة سعر الفائدة منخفض، هذا الأمر سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال. خروج رؤوس الأموال راح يعني بعبارة أخرى سبب العجز في ميزان المدفوعات هو بخروج رؤوس الأموال. الآن طبعا البنك لإعادة توازن الاقتصاد البنك المركزي يتدخل، بإمكانه أن يتدخل في سوق الصرف. واش يدير في هذه الحالة؟ طبعا هنا لما يخرج الاموال تخرج معناتها الطالب على العملة الوطنية راح ينخفض والطالب على العملات الاجنبية راح يزيد. هنا البنك المركزي يتدخل من خلال طبعا في هذه الحالة باش يزيد الطالب على العملة الوطنية، العرض اكبر من الطالب. في هذه الحالة يتدخل يشري العملة الوطنية ويبيع مقابلها العملة الاجنبية. يعني عكس واش قام به في الاول تبع سياسه نقديه توسعيه، هذا الامر ادى الى عجز في ميزان المدفوع. الان سيتدخل يشري العمله الوطنيه وكانه يتبع سياسه نقديه انكماشيه، يشري العمله الوطنيه ويبيع مقابلها العمله الاجنبيه، هذا الامر سيؤدي الى رجوع منحنى الم الوضع الاصلي. سياسه نقديه توسعيه في البدايه بدينا بها، ومن بعد باش بعد ما يخفض الاقتصاد ينتقل لهذه النقطه بي. هنا التوازن يولي التوازن الجدي في النقطة بي، وبالتالي في هذه النقطة هناك توازن داخلي وتوازن خارجي، طبعا الدخل يزيد. نعم. وبالتالي نعاود قلنا الاقتصاد يعاود يرجع للوضع الطبيعي، يعني هذا يعاود يرجع للوضع الطبيعي. هنا نعاود نرجعوا لنقطة التوازن الأصلية، نقطة التوازن الأصلية. وبالتالي في هذه الحالات نشوفوا الدخل زاد من بعد عاود انخفض، جاء فعلا حق هذه النقطة، بصح عاود رجع. كان هنا في البداية هذا هو إيكغيك زيرو عفوا، وهذا إيكغيك أ بعد 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 حدوث عملية توسع النقدي. الدخل زاد من بعد عاود رجع للوضع الأصلي، وبالتالي في هذه الحالة نقول أن السياسة النقدية ليست فعالة، لأنها أدت إلى زيادة الدخل، ومن بعد عاود الدخل رجع للوضع الأصلي. وكنت أشر في بداية الحصة قلت أن الدولة لما تطبق سعر الصرف ثابت والحرية تامة لحركة رأس الأموال، السياسة النقدية ستفقد استقلاليتها، بخصوص أن يعني تقلص دورها في تحقيق أهداف السياسة، أهداف الداخلية، الأهداف الداخلية. يعني بمعنى ان السياسه النقديه تفقد يعني تاثيرها على كتله النقود تفقد تاثيرها على النشاط. السياسه النقديه بعباره اوضح تفقد السياسه النقديه تاثيرها على النشاط الاقتصادي. لما نقول النشاط الاقتصادي يعني الايكغيك، وبالتالي هذا بالنسبه للسياسه السياسه النقديه. نعاود بشكل سريع، في البدايه نفترض ان البنك المركزي تبع سياسه نقديه توسعيه، هذا الامر سيؤدي الى انتقال منحنى الم الى اليمين، طبعا يزيد الدخل وسعر الفائده تنخفض. فهذا الوضع قلنا البنك المركزي ميزان المدفوعات في حاله عجز، لابد من تدخل البنك المركزي. البنك المركزي يتدخل في هذه الحاله من خلال شراء العمله الوطنيه وبيع العمله الاجنبيه، وبالتالي يعود يرجع منحنى الم الى وضعه الاصلي. نروح للسياسه الماليه. السياسه الماليه طبعا دائما في ظل سعر الصرف الثابت والحريه التامه لحركه رؤوس الاموال. ندير المنحنى بشكل سريع. يساوي الـ EF منحنى آلام منحنى ES Y والـ E.
نفترض كذلك في هذه الحالة أن البنك المركزي اتبع سياسة مالية توسعية. السياسة المالية طبعا سياسة مالية تؤثر على منحنى إس، والسياسة النقدية تؤثر على منحنى ألم. الآن فرضا أن البنك المركزي اتبع سياسة مالية توسعية إس بريم، يعني إس جديد، الاقتصاد راح يكون في هذه النقطة، الاقتصاد راح يكون في هذه النقطة، يعني أسعار الفائدة ترتفع A0 إكريك زيرو. تالي اتباع سياسة مالية توسعية سيؤدي إلى انتقال منحنى ألم إلى الأعلى كما قلت، أو إلى اليمين، أسعار الفائدة ترتفع والدخل يزيد طبعا مقارنة مع هذه النقطة. طبعا إكريك زيرو هذا خلوها واحد أحسن، هذا واحد لأن هذا هو اللي انطلقنا منه. فهذه النقطة كنا الاقتصاد كان في النقطة A ولا في النقطة B؟ في النقطة في هذه النقطة B الاقتصاد يعاني من طبعا سعر الفائدة أكبر من سعر الفائدة، سعر الفائدة المحلي أكبر من سعر الفائدة اللي حقق توازن في ميزان المدفوعات، وكذلك أكبر من إف. هنا ميزان المدفوعات في حالة فائض، لأن سعر الفائدة أكبر من سعر الفائدة يعني اللي حقق توازن وسعر الفائدة الخارجي. هذا الأمر سيؤدي إلى دخول رؤوس الأموال، لأن سعر الفائدة مرتفع، دخول رؤوس يعني دخول رؤوس الأموال وزيادة طلب على العملة الوطنية. زيادة الطلب على العملة الوطنية سيؤدي إلى ارتفاع قيمتها، ارتفاع قيمتها بشكل كبير، لأن رؤوس الأموال راح باش يعني يعود توازن. طبعا هنا في هذه النقطة التوازن الداخلي محقق، لكن التوازن الخارجي غير محقق. هنا البنك المركزي يتدخل لأن في صحة الصرف ثابت، بإمكان البنك المركزي يتدخل في هذه الحالة. طبعا الطلب على النقود على العملة الوطنية مرتفع، في هذه الحالة باش يدير توازن لازم يبيع العملة الوطنية ويشري مقابلها العملة الأجنبية، وكأنه يتبع سياسة نقدية توسعية، يبيع العملة الوطنية يزيد عرض النقود ام اس اللي رمزنا له ام اس ويشتري مقابلها العملة الأجنبية. هذا الأمر سيؤدي إلى انتقال منحنى ألم لوضع منحنى ألم، لأن تبع سياسة نقدية توسعية. طبعا إلى الحق هذا الوضع يتوقف البنك المركزي الآن بريم هنا نقول في هذه النقطة إكريك دو، وبالتالي راه الدخل زاد لهذا المقدار من بعد ولا زاد لهذا. وبالتالي في هذه الحاله نقولوا ان طبعا ادت الى زياده الدخل، نقولوا السياسه النقديه السياسه الماليه عفوا فعاله تماما في ظل سعر الصرف الثابت والحريه التامه لحركه رؤوس الاموال. اعيد نعاود نشرح الشكل، قلنا في البدايه انطلقنا من التوازن الداخلي والخارجي في هذه النقطه في النقطه. نفترض ان البنك المركزي طبعا نتكلموا على السياسه الماليه، السياسه الماليه والسياسه الجبائيه، السياسه الماليه أن الدولة تبع سياسة نقدية توسعية، زيادة الإنفاق على سبيل المثال أو تخفيض الضرائب أو زيادة التحويلات، سياسة مالية توسعية. كنا رأينا هذا الأمر، سياسة مالية توسعية رأيناه في لما درسنا اقتصاد كلي واحد. تبع سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق على سبيل المثال سيؤدي إلى انتقال منحنى إس إلى اليمين أهو. الى الاعلى عفوا الى الاعلى هو منحنى اي اس، يولي الاقتصاد في هذه النقطه، هذه النقطه راهي فوق هذا التوازن الداخلي. هنا سعر الفائده مرتفع، في هذه النقطه الاقتصاد في ميزان المدفوعات التوازن الداخلي محقق، لكن ميزان المدفوعات في حاله فائض. لماذا؟ لان الفائض هذا سببه دخول رؤوس الاموال، دخول رؤوس الاموال سعر الفائده مرتفع. هذا الدخول في رؤوس الاموال، دخول رؤوس الاموال زياده طلب العمله الوطنيه سيؤدي الى ارتفاع قيمتها تبدا ترتفع. البنك المركزي اكيد مش راح يخلي سعر الصرف يرتفع الى حد كبير يضرب الاقتصاد، سيدخل في هذه الحاله يشري العمله الوطنيه باش يخفض الطالب عليها ويبيع مقابلها العمله الاجنبيه. هذا الامر كانه يعني عباره عن اتباع سياسه، يعني راح يتابع سياسه نقديه توسعيه ستؤدي الى انتقال منحنى ألم الى 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 اليمين او الى الاسفل، يولي الاقتصاد في النقطه ا ب سي في هذه النقطه. هذا هو التوازن النهائي للاقتصاد، او زياده في الدخل وانخفاض اسعار الفائده، وبالتالي هذا هو التوازن النهائي في الاقتصاد. وبالتالي بامكاننا القول ان السياسه النقديه في ظل اسعار الصرف كما قلت، في ظل سعر الصرف الثابت والحريه التامه لحركه رؤوس الاموال فعاله تماما. لماذا؟ لانها ادت الى زياده الانتاج، والعبره بزياده الانتاج، لان الحصه الماضيه قلت لكم اهداف السياسه الاقتصاديه كنت اشرت الى النمو المضطرد او النمو المتزايد، هذا هو النمو اللي نتكلموا عليه، التشغيل التام اكيد لما يزيد الدخل راح تخفض معدلات البطاله، استقرار الاسعار لان البنك المركزي تدخل حتى يعني يعيد سعر الصرف الوضع الطبيعي، والتوازن الداخلي والخارجي محقق في النقطه سي. نكتفي بهذا القدر والى الحصه المقبله ان شاء الله. شكرا.